مش قوة جيش ولا قوة شرطة، هي قوة شعب، قوة شعب. احنا هنحاسبنا ربنا على ان احنا نحمل 100 مليون، والجيش والشرطة قادرين على ان هم يتصدوا لكل الكلام ده بمنتهى البساطة رغم التضحيات، ولدينا القدرة على ان احنا نتجاوز كل التحديات اللي موجودة دي وننطلق للأمان. مسارنا واحد في المجابهة ومستمر وهيستمر. أبناء الشعب ده من الجيش والشرطة قدموا حياتهم لأجل يتحقق الأمن والاستقرار. ده حماية لدولة ودين